السلام عليكم، اهلا ومرحبا، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. اليوم راح نشوف الفرق ما بين الكيبورد جينوس 1 ونزل الكيبورد الجديد جينوس 2 اخيرا. راح نشوف الفرق اللي بين الكيبوردين ونحكم ونشوف. هذا طبعا جينوس 1 اللي هو القديم، وهذا اللي هو جينوس 2 الجديد. راح نشوف شو الفرق، يعني معلومات قليلة شو الفرق بينهم. اول شيء نبدأ بالشكل. طبعا هذا جينوس 1، نبدأ من الجهة اليمين، هاي اللي هي الليفت رايت والرايت 1 ورايت 2، وعندك الهارموني والسستين، وعندك المالتي باد كنترول وون تاتش سيتنج، وعندك هني اختيار الستايل والفويس وهاي الامور، وعندك اللي هي الرول مال الشاشة والون تاتش سيتنج. هذا جينوس 2، لاحظوا نفس الشيء، ما غيروا شيء، يعني نفس الطريقة، بس اللهم اللايتات، يعني كانت هني الاسيجنيبل كانت عبارة عن يعني زراير سوداء، بس خلوها بالالوان تنور معاك، ونفس الطريقة والون تاتش سيتنج. هني عند الشاشة جينوس 1، لاحظ الشاشة معاي هني داخل، هي تاتش، يعني هي تاتش بس داخل ومرفوعة شوي، عندك في يعني في وجهك كذي، وعندك هني الميموري وثمانية ريجستريشن ميموري والريجست بنك. هني شوي الشاشة تغيرت، لاحظ معاي رفعوها شوي فوق بعد زيادة، يعني في وجه اللي يعزف، وتحت نفس الشيء الفريز وريجستريشن ميموري وريجست بانك. لاحظ معاي الشاشة كيف مرفوعة، شوي مرفوعة فوق. وطبعا الكونسول الانسايد نفس الشيء، يعني ما غيروا في اي شيء. هذا جينوس 1، شوف معي جهة اليسار الشاشة هذه موجودة، والسلايدرات، وعندك الكنوبزات. نفس الشيء جينوس 2، نفس الشاشة لكن هي تنور معاك، تنور معاك الكنوبزات، تنور معاك يمين ويسار، شكل حلو يعني عطوها. وعندك السلايدرات تنور معاك حسب التطويل والتقصير. شوف لما تعمل المكس او شيء، عملوا حركة الإنارة هذه. ونفس الشيء هني حق الستايل، ما تغير اي شيء في جينوس 2، نفس الطريقة، الكنوبز لهم زرار، وعندك السلايدر نفس الطريقة هني الكنوبز وعندك السلايدر. طيب ني جينوس 1 هني جهة اليسار، عندك المايك وعندك زرار التشغيل وزرار الفوليوم، وعندك الاسنيبل زرار واحد، وعندك الارتكليشن ثلاث ازرة. طبعا هي تغير، عندك في جينوس 2 عملوا لك الاسنيبل زراير ثلاث زراير، هناك كان زرار واحد وزراير منورة، ونفس الشيء عندك الارتكليشن وعندك الجويستيك، وهني نفس الطريقة اللي هو الفوليوم والمايك وكل شيء نفس الطريقة. بس في شيء جينوس 1 هني عند زرار الستارت والستوب كان الموضوع الكورد لوبر موجود داخل في الشاشة، يعني الخدمة الكورد لوبر تدش داخل في الميكسينج الكونسول وتاخذ. هني في جينوس 2 طلعوا لك الكورد لوبر، خلوا لك الزراير ماله برا، يعني اسهل شوي، سهلوا على العازف، عرفت كيف؟ يعني هناك كان داخل بس هني طلعوا لك اياها برا، وموجود بعد داخل في الشاشة. هذه الشكل اللي اعطيتك الحين، الشكل الخارجي لجينوس 2. هذا جينوس 2 صراحة جميل جدا، شوفه على برد، شوف الشاشة كيف رافعينها فوق، حتى الشاشة هاي ابى ارفعها فوق، بينما تشوف جينوس 1 سيدة، ما في اي شيء مرفوع على طول، يعني مسطحة. فهذا الشكل الخارجي، الفرق ما بين جينوس 1 وفرق ما بين جينوس 2.